ماذا لو فجرنا القنابل النووية جميعها مرة واحدة؟ وقع أكبر تفجير نووي في التاريخ عام 1961، والذي عرف حينها باسم تسار بومبا، وبلغت قوة الانفجار حوالي 50 ميجاطن، والتي تعتبر أكبر ب300 مرة من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما وناكازاكي. كان هذا تأثير قنبلة واحدة، ولكن هناك من يتساءل، ما الذي سيحدث فيما لو انفجرت كل القنابل في الوقت نفسه؟ من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تملك أقوى الأنواع من الأسلحة النووية الحرارية، لكن ما هي القوة التدميرية لهذه الأسلحة حقاً؟ دعونا نحاول وضع هذه الأرقام في سياقها الصحيح. على الأرض هناك أكثر من 4500 مدينة أو حاضرة معاصرة بتعداد بشري لا يقل عن 100,000 نسمة، وبعض منها أكبر من أخرى. لذا سنفترض أننا بحاجة إلى 3 قنابل نووية وسطياً لمحو مدينة بالكامل، ويعني هذا أن بإمكاننا تدمير كل مدينة على وجه الأرض بترساناتنا النووية وقتل أكثر من 3 مليارات إنسان، أي تقريباً نصف تعداد البشر في لحظة واحدة، وسيبقى بحوزتنا 1500 سلاح نووي. هذا ما يسميه الخبراء بالإفراط في القتل أو الإبادة. لذا يمكننا القول وبثقة أننا نمتلك الكثير من الأسلحة النووية، وبإمكانها أن تسبب الكثير من الخراب. لكن ماذا لو صنعنا كومة كبيرة من 15,000 سلاح الموجود، ومن ثم سحبنا فتيل الإشعال؟ دعنا نسقط كومتنا النووية وسط غابات الأمازون المطيرة، فقط لندع الطبيعة تعرف من هو المسيطر. إن رؤوسنا الحربية المكدسة بشكل فوضوي يتسع لها مستودع حربي صغير ورأس حربي نموذجي أمريكي واحد له طاقة 200,000 طن من TNT. لذا فإن 15,000 رأس حربي نووي ستكون مكافئة ل3 مليارات طن من TNT. ولتبسيط مقياس ذلك نقول أن هذا كاف لإعادة بناء جزيرة مانهاتن باستخدام رزم TNT في كل بناء وناطحة سحاب. إن الشيء الأقرب الذي يمكننا أن نقارنه بالطاقة المجمعة هنا هو بركان، وأشد الاندفاعات البركانية فتكاً في التاريخ المسجل حدثت عام 1883 على جزيرة كراكاتو، وقد كان انفجار البركان من القوة بحيث دمر 70% من الجزيرة والأرخبيلات المحيطة بها، وقد قتل 10,000 الأشخاص، وانعكست تأثيراته على العالم بأسره لأيام بعد وقوع الانفجار. تلتنا النووية تبلغ طاقتها 15 ضعف طاقة انفجار كراكاتو البركاني. دعونا نضغط الزر إيذانا ببدء الانفجار. 3 2 1. في ثانية واحدة ستبخر كرة النار البالغ قطرها 50 كيلومترا كل شيء في طريقها، كما سيخلق الانفجار موجة صادمة تساوي مساحة 3,000 كيلومتر مربع من الغابة بالأرض، وفي دائرة قطرها 250 كيلومترا سيحترق كل كائن حي، وسيسمع صدى الانفجارات في جميع أنحاء العالم حرفياً، حيث ستلف موجات الانضغاط الأرض 10 مرات على مدار الأسابيع القادمة. ستقذف ملايين الأطنان من المواد المحترقة إلى الجو، ستصل غمامة الفطر التي يشكلها الانفجار إلى الحدود الخارجية لطبقة ستراتوسفير، محاولة النفاذ إلى الفضاء نفسه. وبعد أن تهدأ الأمور سنشهد فوهة بقطر 10 كيلومترات في مركز المنطقة التي شهدت أسوأ نيران العالم في الألفية، والتي تمتد إلى أمريكا الجنوبية لتأكل الغابات والمدن على حد سواء. والآن يبدأ الجزء غير السار أبداً. تقتل المواد النشطة إشعاعياً بسرعة كبيرة كل كائن حي، كما أن منطقة شاسعة بقطر عدة كيلومترات حول الفوهة أصبحت غير صالحة للسكن الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لمئات الكيلومترات الواقعة مع اتجاه الرياح، وكثير من الشظايا والمقذوفات ستحلق عالياً في الغلاف الجوي بواسطة سحابة الفطر الانفجارية، كما ستنقل حول العالم. كمية المواد المشعة في البيئة ستتضاعف حول العالم، وذلك ليس نهاية الحضارة مع ذلك، لكننا سنختبر زيادة في نسبة السرطانات لمدة زمنية. قسم من الجسيمات سيتدفق إلى حافة الفضاء لأعوام، مسبباً أمطاراً نووية يمكنها أن تخفض درجة الحرارة على كامل سطح الكرة الأرضية لبضعة درجات.
سيكون هذا الانفجار سيئا نوعا ما إن كنت في أمريكا الجنوبية وخاصة في البرازيل، فلغابات الأمازون المطيرة تاريخ ليس بالعظيم، لكن حياة البشر ستستمر. حسنا، ماذا لو فجرنا المزيد من الأسلحة النووية؟ لنفترض أن البشر قرروا استخراج كل اليورانيوم الموجود على الأرض لبناء ما يمكن بناؤه من القنابل النووية، وبمعدل الاستخدام الحالي من المتوقع وجود 35 مليون طن من اليورانيوم في القشرة الأرضية، وهو ما يكفي لإمداد الحضارة البشرية بالطاقة لأكثر من 2000 عام أو لبناء مليون رأس حربي نووي. وللمحاججة لنفترض أننا أنشأنا كومة من 10 مليارات قنبلة كقنبلة هيروشيما، وهذا سيؤلف مكعبا ارتفاعه 3 كيلومترات، ويضم تقريبا الطاقة التي كانت للكويكب الذي أنهى عصر الديناصورات منذ 65 مليون سنة مضت، عدا عن أنه بالإضافة إلى ذلك نووي. 3 2 1، تنفجر كومتنا في كرة نارية تمتد عاليا نحو السماء، مغطية نصف أمريكا الجنوبية، مصحوبة بالكثير من الطاقة. وسيكون هناك مشهد كنافورة مياه كبيرة على الأرض، مؤلفة فوهة قطرها 100 كيلومتر، ستتبخر قواعد السلاسل الجبلية كلها في لحظة واحدة، كما ستقذف آلاف الأطنان من المواد بسرعة كبيرة تكفي لجعلها تنطلق نحو الفضاء. ستترك بعض هذه المقذوفات الأرض للأبد، في حين أن معظمها سيقفل عائداً ليمطر الأرض بحطام ناري يسخن الغلاف الجوي إلى درجة حرارة تجعله يشبه الفرن، وسيسبب مقتل معظم الحيوانات الكبيرة بالإضافة إلى عواصف نارية تلف العالم أجمع. سترن القشرة الأرضية كالجرس، وستكون تحت رحمة زلزال وهزات أرضية لم يسبق أن عرفها التاريخ المدون، مسببة دمار مدن بأكملها حول العالم، كما ستخلع الرياح التي لها قوة الأعاصير كل الأشجار في أمريكا الجنوبية أو ستسويها بالأرض، وستلتهم حرائق الغابات القارة كلها. ستحترق المركبات الهيدروكربونية الوفيرة في الأمازون لتشكل رماداً يقذف إلى الغلاف الجوي ليرصع السماء مانعاً ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض، ما سيجعل درجة الحرارة تنخفض لتصبح قريبة من درجة التجمد عالمياً. سيستمر الشتاء العالمي التالي لعقود، مسبباً انقراض حيوانات الأنواع الكبيرة جميعها بما في ذلك البشر. كما يمكننا أن نذكر أيضاً أن كل زاوية من الكوكب ستصبح مغطاة بهطل مشع، لكن وبالوصول إلى هذه النقطة لم يعد للأمر أي أهمية. سيكون هذا هو حدث انقراض البشرية، وسيستمتع رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية بمشهد عظيم لبرهة، لكن لا يستبعد أن يدمر فتات الصخور الواصلة إلى المدار المحطة، وأولئك المحظوظون بما يكفي ليكونوا في الملاجئ أو الغواصات في أعماق المحيطات. ربما يكون زمن نجاتهم هو الأطول قبل أن يستنزفوا مواردهم الغذائية، ومن ثم يصبح لزاماً عليهم الخروج للبحث عن المزيد منها. سيجدون لدى خروجهم عالماً متفحماً متجمداً وقفاراً مشعاً. كوكبنا نفسه لن يعبأ بذلك كثيراً، فبعد عدة ملايين فقط من السنين ستتعافى الأرض من الجروح التي خلفتها الانفجارات، وستزدهر الحياة، وربما بشكل أفضل مما كانت عليه حين كان البشر يحيون على الأرض.